بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتعرف على Resource Usage Profile و Resource Usage Spreadsheet. المشروع اللي فاتحينه قدامنا هو المشروع اللي كنا بدأنا نشتغل فيه، وكنا خصصنا على الاكتيفيتي اللي هو RC Foundation، كنا خصصنا عليه بعض الريسورسز. انا زودت عليهم ريسورسز تانية، لو رتبناهم كده كان في الأربعة العمالة، مدير المشروع والمهندس المدني والمعماري والميكانيكا أو الـ MEB، وكان في الاكويبمنت، كان في الكونكريت بامب وفايبريتور، وبالنسبه للماتيريال في كونكريت وستيل بارز. طيب نبدا ان احنا نطلع الريسورس يوزج بروفايل. هاجي عند فيو واختار شو اون بوتوم، واختار منها ريسورس يوزج بروفايل، او بان انا اضغط مباشره على الايكون اللي موجود عندي ريسورس يوزج بروفايل، بلاقي في الجزء السفلي بدا ان يظهر شكل مختلف، وموجود عندي مجموعة من الريسورسز. هلاقي ان هي اما كل الريسورسز يا اما الريسورسز بتاعت المشروع. هنا مكتوب display all resources، فهضغط عليها واشيل الفلتر ده، او هعمل فلتر ل current project resources عشان يطلع لي بس الريسورسز بتاعت المشروع الحالي. هلاقي الريسورسز المتخصصة على المشروع بغض النظر عن الاكتيفيتي اللي انا مختاره، يعني لو انا مختار excavation backfilling ايا كان، انا بلاقي الريسورسز مش بتتأثر. طيب الجزء اللي على الشمال ده موجود فيه الريسورسز، كل ما بقى ادوس على ريسورس معين بيتغير الشكل اللي على اليمين طبقا للريسورس ده، لان انا بعرض الهيستوجرام او البروفايل الخاص بالريسورس مش بالاكتيفيتي. فبالتالي لو انا واقف على الريسورس اللي هو البروجكت مانجر احمد عادل، واحنا كنا مخصصينه على اتنين اكتيفيتي، البي سي فاونديشن والار سي فاونديشن اند تاي بيمز، هلاقي ان هو موجود هنا في الجزء بتاع الهيستوجرام. موجود على الشمال في محور بيقول لي 8 اورز، موجود 8 اور لليوم ده ولليوم ده ولليوم ده، ونفس الحكايه للار سي فاونديشن. البي سي كانت يومين، اليوم ده واليوم ده، والار سي فاونديشن تبدا من هنا وتنتهي هنا. الجزء اللي على اليمين او المحور اللي على اليمين هلاقيه التدريج بتاعه اكبر، لان هو خاص بالكوميوليتيف، خاص بالتراكمي، والتراكمي بيبقى ماشي مع الكيرف اللي هو الكيرف بتاع البروفايل. طيب نبدا في الخصائص بتاعه الهيستوجرام والكيرف ده. لو دوسنا في اي مكان فاضي، كليك يمين واخترنا منها Resource Usage Profile Options، هيطلع لي الأوبشنز اللي من خلالها بقدر أتحكم في الشكل ده. أول حاجة مختار Units و Cost، هل أنا عايز تكاليف ولا أنا عايز Units وحدات. لو قلت أوكي على الكوست هلاقي التكاليف هي اللي بدأت إنها تظهر، وبدأ يظهر لي الـ S Curve. لو أنا قلت له أنا عايزها Units هيبدأ يظهرها Units. اللون ده يعني لون فاقع شوية، خلينا نختار لون هادي بحيث يبقى واضح معايا. الجزء ده بالمرة هنا مكتوب budgeted و actual و remaining، مرة على early ومرة على late. طبعا لسه مفيش progress عندنا وما دخلناش اي actual data، فمش هيبقى لا فيه actual ولا remaining، فنختار ال budgeted. عندي إمكانية إن أنا أختار باي ديت وكوميوليتيف. الباي ديت اللي هو مسؤول عن الانترفال اللي هو خاص بالهيستوجرام، أما الكوميوليتيف اللي هو هيطلع كيرف اللي هو خاص بالكوميوليتيف. عندي برضو في جزء تحت اللي هو الشو ليميت، الليميتس اللي هي البوكس. لو دوست أوكي دلوقتي البوكس ده اختفى، لو رجعته تاني بيوريني إيه هي الليميتس بتاعتي طبقا للستاندرد ليميت اللي كان موجود. يعني انا لما اقف على الكونكريت بيقول لي ان الليميت بتاعتها الرقم ده اللي هي حوالي 240 كيوبيك متر. طيب هو جاب منين 240؟ لما انا كنت في الريسورس وبعرف ان في حاجه اسمها كونكريت كنت بكتب ان الماكسيمم 240 بير داي. هو هنا عندي في البوكس ده هو حاطط ال 240. لو انا اخترت اكتر من ريسورس بس بشرط ان هم يكونوا متفقين في اليونت، هيبدأ ان هو يعمل لي جمع لليونتس بتاعتهم. ب
بمعنى ان انا لو كنت واقف على ليبر بس اللي هو مدير المشروع كنت الاقي هنا 8، طب وقفت عليه هو و ريسورس تاني معايا، عملت سيلكشن لاتنين بقى 16، زودت معاهم المهندس المعماري بقت في حتة 16 وفي حتة هنا عشان المهندس المعماري مش موجود في البي سي فوتنج، موجود هنا بس وليكن يعني، فوصلت ل 24. لو جيت زودت معاهم مثلا حاجة زي الكونكريت هلاقي ان الصفحة اختفت منها الكيرفات، لانه مش هيقدر يجمع كيوبيك متر مع ساعة، الساعة بتاعت المهندس مش هيقدر يجمعها على المتر المكعب بتاع الخرسانة. لكن لو انا اخترت كونكريت لوحدها هيظهر. طب لو اخترت كونكريت وطنز، دي بالكيوبيك متر ودي بالطنز، الستيل بار بالطنز، مش هيقدر ان هو يجمعهم. لكن في المعدات الاتنين بالساعة، لو اخترت معدتين هيقدر يجمع اليونتس كام ساعة من هنا وكام ساعة من هنا ويجمع مجموع الاتنين. برضه اقدر اعمل فورمات للشكل ده من خلال الاوبشنز اللي هنا. لو جبت جراف بيقدر يديني عايز الخطوط الرأسية ميجر ولا ماينر، كمان معاها ماينر بتبقى خطوط سنوية بالشكل ده المتقطع ده، ولا الميجر بس، طبعا على حسب الشكل عندي وعلى حسب الاحتياج. نفس الحكاية للخطوط الأفقية، بيبقى دوتد ولا سوليد ولا نان. الليجند طبعا هنا يعني عشان انا مطلع بس البادجتد، فالليجند ممكن ما يكونش له احتياج، لكن لما هبقى مطلع البادجتد والاكشوال والريميننج هبقى محتاج ان انا افرق ما بين الثلاث الوان، فيبقى الليجند مهم. طيب لو انا عايز اعرف اليونتس دي قد ايه من غير ما ارجع للشكل او من غير ما ارجع للمحور الرأسي، بدوس دبل كليك عليها في اي مكان هلاقي ان بيقول لي البادجتد هنا 4 اورز والليمت 8 اور. ده بالنسبه للهزاز او للبمب، للكونكريت بمب. بالنسبه للمهندس مثلا او مدير المشروع كان 8 اور، والماكسيمم بتاعي او الليمت كان 8 اور. طيب لو انا عايز اظهر الكلام ده الارقام دي بس في شكل سبريد شيت او في شكل جدول الكتروني، باجي هنا واضغط على ريسورس يوزج سبريد شيت او من خلال فيو واختار شو اون بوتوم واختار منها ريسورس يوزج سبريد شيت، بيظهر لي الكلام ده على شكل ايه؟ على شكل جدول ومتوزع طبقا للايام. طبعا انا لو حبيت اغير الايام دي بدوس كليك يمين واختار تايم سكيل زي ما اتعلمنا في التايم سكيل قبل كده، واختار مثلا يير على مانث. هيقول لي ان في المانث المعين ده اللي هو اوجست وليكن، انت محتاج 16 ساعه لاكتيفيتي من مدير المشروع. طبعا انا مختار مدير المشروع احمد عادل، مدير المشروع موجود على الاثنين اكتيفيتي ده، كنت انا عامل له اساين على الاثنين اكتيفيتي ده، فالاكتيفيتي الاولاني هيحتاج 16 ساعه والاكتيفيتي الثاني 56. طبعا واضح ان هي 8 في 2 المدة و 8 في 7 ب 56. ده كده بيجيبه لي على مستوى الشهر عشان انا قلت له هات على مستوى الشهر. ممكن نرجعه تاني من تايم سكيل واختار ويك بير داي واقول له اوكي، هيبدأ يجيبهم لي بالايام. اقدر ان انا اكبر شوية هلاقي ان هنا 8 8، هنا ده اكتيفيتي تاني 8 والتوتال 8. طبعا معلومة تانية حابب ان انا اقولها بس كنبذة وهناخدها بعد كده بالتفصيل، ان الارقام دي editable، يعني انا لو دوست دبل كليك على اي رقم من الارقام اقدر ان انا اعدل قيمته، بحيث ان انا عندي في الريسورس ده كامل بادجت يونت 1 2 3 4 5 6 7، 7 × 8 ب 56. ال 56 ممكن انا عايزهم في اول المشروع بس، ممكن احطهم 56 هنا والباقي اصفار زي ما هنشوف بعد كده في احد الفيديوهات اللاحقه باذن الله. البرنامج بيديني امكانيه ان انا اختار هنا ريسورس display activities for selected resource للريسورس اللي انا مختاره، عشان بدل ما يطلع لي كل الاكتيفيتيز بتاعت الجدول الزمني لا يطلع لي بس الاكتيفيتيز اللي متحمل عليها الريسورس اللي انا مختاره. لو اخترت ده او ده، ده هنا متحمل على نشاط واحد بس،
ستيل بارز متحملة على الار على الار سي ومش متحملة على البي سي. ناخد حاجة زي كونكريت بام اللي هي متحملة على الاتنين البي سي والار سي فاونديشن، طبعا على حسب التحميل اللي انا عامله. من ضمن الاوبشن اللي موجودة عندي في السبريد شيت ان انا ممكن اقف في اي مكان واختار كليك يمين واختار سبريد شيت فيلز واقول له كاستمايز، هلاقي ان هو موجود نوعين كوميوليتيف وتايم انترفال. الكوميوليتيف يعني تراكمي، تايم انترفال على اليونت اللي هي اليوم او الشهر او السنة اللي انا مطلعه. خلينا نختار التايم انترفال، هلاقي فيها كوست وفاينانشال بيريود ويونتس، نفس العناصر هلاقيها موجودة في الكوميوليتيف. الكوست خاصة بالتكاليف، الفاينانشال بيريود خاصة بالفترة الزمنية المالية، اليونتس خاصة بالوحدات. طبعا طالما انا شغال في البادجتد لسه ما بدأش اعمل اكشوال، في عندي البادجت كوست والبادجت يونتس. البادجت كوست موجودة في كوست، البادجت يونتس موجودة في اليونتس، وهقول له اوكي. هيبدأ ان هو يقول لي هنا عندك اربعة ويكلفوا كذا كذا يونت وتكلفتهم كذا. طبعا لو حابب ان انا ارجعها تاني للصورة الاولانية هقول له سبريد شيت فيلز واختار بادجتد يونتس. بس بكده نبقى خلصنا الفيديو الخاص بالريسورس يوزج بروفايل وسبريد شيتس.